في إنجاز جديد يضاف لسجل الإنجازات الدبلوماسية البرلمانية في مملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى، فاز سعادة النائب عيسى علي القاضي بجائزة التميز البرلماني العربي فئة الأعضاء التابعة للاتحاد البرلماني العربي، وذلك نظيرا لخدماته وإسهاماته ودوره البرلماني البحريني والعربي المتميز. وللحديث أكثر عن الجائزة معنا عبر الهاتف سعادة النائب عيسى القاضي عضو مجلس النواب. سعادة النائب، بداية نهنئكم بالحصول على جائزة التميز العربي، ونود أن تعرفنا أكثر عن أهمية هذه الجائزة التي تضاف إلى سجل الإنجازات الدبلوماسية البرلمانية في مملكة البحرين. شكرا جزيلا. بداية في الواقع نمسي على سادة المشاهدين، وأود أن أعرب عن عظيم الفخر والاعتزاز بالتهنئة الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مناسبة الفوز بهذه الجائزة. وخلال استقبال أمس كانت كلماته دافع لمزيد من العمل الوطني والجهود في المجال التشريعي والرقابي، وكان لتهنئة جلالته بالغ الأثر في نفوسنا فيما تمثله في الواقع مسيرة جلالته الإصلاحية الشاملة لكل البحرينيين، ودعم جلالته للحريات التي ينعم بها المواطن البحريني ضمن حق الترشح والانتخاب والمشاركة في صنع القرار. اليوم بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى فإن تمثيل مملكة البحرين في هذا المحفل العربي واختيارنا مع الزميلة سعادة السيدة دلال الزايد عضو مجلس الشورى فإن مستوى الدول العربية على مستوى الدول العربية في المجال طبعا البرلماني العربي يعزز مكانة البحرين والمسيرة الديمقراطية وما تحقق من إنجازات وطنية رائدة في الإصلاح السياسي والديمقراطي واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة وتكريس دولة القانون والمؤسسات الدستورية في ظل طبعا العهد الزاهر. ولا أنسى في الواقع ما تحظى به السلطة التشريعية من دعم كبير من السلطة التنفيذية من خلال رؤية وقيادة صاحب الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للعمل الحكومي، وما تحقق نظير ذلك من انتسابات للوطن والمواطنين ونهضة غير مسبوقة في كافة القطاعات. طبعا ختاما أود أن أوجه الشكر إلى معالي رئيسة مجلس النواب السيدة فوزية بن عبد الله زينل على ترشيحي لهذه الجائزة ودعمها في الواقع المستمر لجميع الأعضاء ودورها الكبير على الصعيدين المحلي والدولي في تعزيز أواصر العلاقات البرلمانية، وهي في الواقع حريصة على أن تحصل البحرين على هذه الجائزة. والشكر طبعا موصول لكم في تلفزيون البحرين وكافة في الواقع الوسائل الإعلامية المحلية لاهتمامكم بهذه الجائزة، فألف شكر والتقرير لكم وللجميع. نعم سعادة النائب عيسى القاضي، نبارك لكم مرة أخرى تحقيق هذا الإنجاز الدبلوماسي البرلماني. كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك.